كل من شابه كما يشير لدي لي الزملاء من غرفة التحكم. تم ربط النقل المباشر مع موفى تلفزيون النهار أحمد مدني من طبعا مجلس الشعبي الوطني. إذا أحمد مدني، صباحك سعيد، هل لك أن تنقل لنا الأجواء من هناك؟ صباح النور زميلتي في الاستوديو الاخبار. نعم، قبل قليل وصل الرجل الاول في الجهاز التنفيذي الوزير الاول عبد الملك سلال وطاقمهم الحكومي الى مبنى زيغود يوسف. طبعا هناك قبل حوالي 10 دقائق وتبدا جلسه اختتام اخر دوره ربيعيه لسنه 2016. اذا يحضر معي على يميني الاستاذ يوسف خبابه نائب عن حركة النهضة، وعلى يساري عبد القادر حدوش نائب عن جبهة التحرير الوطني مكلف بالجالية بفرنسا. طبعا الحصيلة البرلمانية لآخر دورة ربيعية كثرت عليها الكثير من التساؤلات، خاصة في الحزمة من القوانين العضوية التي جاء بها التعديل الدستوري الجديد، وخاصة القانون المتعلق بنظام الانتخابات بصيغته الجديدة، وكذلك الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذلك قانون واجب التحفظ، القانون الخاص بالضباط العسكريين وضباط الاحتياط وكذلك المستخدمين العسكريين، إضافة إلى قانون ترقية الاستثمار. إذا لمزيد من التفاصيل حول الحصيلة، إن كانت إيجابية إن كانت ثمينة إن كانت، سنحاول تسليط الضوء مع ضيوف الكرام. السيد يوسف خدابة، طبعا الحصيلة البرلمانية اليوم سوف يزدر الستار على آخر دورة ربيعية، ما هو تقييمكم لهذه الحصيلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله في الحقيقة نحن لا نقيم حصيلة هذه الدورة بعدد المشاريع ولا بجلسة النقاش، بقدر ما نقيمها بالتوافق السياسي الذي يمكن أن يحصل من خلال هذه المجموعة من القوانين التي تم تمريرها. للأسف الشديد نحن في تقديرنا أن رزمة القوانين، خاصة القوانين العضوية التي أعقبت الدستور، لم تحظى بالنقاش والإثراء اللازم، حيث مررت بسرعة كبيرة على غرفتي البرلمان، وكذلك لم تحظى بالتوافق التام، ولم تؤخذ كذلك حتى ملاحظات وانشغالات الطبقة السياسية المعارضة بصفة عامة في هذا المجال. وبالتالي نحن نعتقد أنه لا يمكن لنا سياسيا أن نحقق تقدما أو توافقا سياسيا بهذه الطريقة نتاع التمرير السريع لهذه القوانين، وكذلك من خلال يعني هيمنة الأغلبية العددية دون الاستماع إلى رأي أو صوت المعارضة في مثل هذه القوانين. أنتم تعلمون أن هذه القوانين تحت المرتبة الثانية بعد الدستور، هي قوانين عضوية تنظم الحياة السياسية لمستقبل الجزائر. نأمل أنه فيما تبقى من قوانين أن يكون هناك فعلا نقاش يرقى إلى المستوى تطلعات الشعب الجزائري، وكذلك إلى مستوى تحديات هذه الأمة الجزائرية التي تعاني الآن من أزمة سياسية، من أزمة اقتصادية، وكذلك من تحديات أمنية إقليمية. نحن نتطلع إلى نقاش يفضي إلى توافقات سياسية يمكن من خلاله حلحلة الوضع، وأنتم تعلمون أن انخراط المجتمع الجزائري لا يتأتى في عملية التنمية إلا من خلال توافق سياسي يمكن من خلاله بعد ذلك أن نعول على انخراط الشعب الجزائري في عملية اقتصادية وفي عملية سياسية مثمرة في المستقبل إن شاء الله. شكرا. إذا الأستاذ عبد القادر حدوش زميلك يعني دخل قبة زيغود يوسف رسم صورة سوداوية عن الحصيلة البرلمانية، هي تضييق للحريات خاصة فيما تعلق بقانون الانتخابات، ما هو تعليقكم؟ هو الحصيلة البرلمانية جاء في حصيلة مؤسساتية في سياق وطني عام، ما لا يمكن أن نجزئ حصيلة البرلمان عن حصيلة السياسة الوطنية بشكل عام. إن قلت لك الحصيلة هي مثالية وإيجابية 100%، هذا ربما يكون فيه مزايدة وغلو وأمر غير منطقي، وإن كنت قلت لك العكس ذلك يعني الحصيلة هي سلبية أو عدمية، فأنا رجل واقعي وأقبل أن أمارس النقد الذاتي، وماهوش يعني من الطبيعي ومن الوعي والنضج السياسي والوطني والحضاري أن نمارس يعني نقد ذاتي. فأعتقد أنه إذا تكلمنا من ناحية نظرية فالحصيلة موجودة، حصيلة نسبيا إيجابية، قد تكون متواضعة ويمكن أن نفعل أحسن،
ويجب أن نفعل دائما مهما كانت الحصيلة إيجابية، يجب أن نعمل دائما من أجل تصحيح الأخطاء وتحصيل حصيلة أحسن وأفضل اللي تترجم يعني في الواقع اليومي وفي المشهد اليومي للمجتمع. الآن ردا على ما قاله زميلي أنه نحن من دعاة الوفاق الوطني، لأنه مخاطر للدور يعني في سياقنا الحدودي، وكذلك طبيعة التحديات وطبيعة يعني المرحلة يعني الظروف الاقتصادية والمالية صعبة، ونحن قادمون على مرحلة ربما تكون أصعب، تقتضي أن تكون الجبهة الداخلية جبهة وطنية قوية متجانسة. يعني لابد من أن يكون يعني التوافق بين الأغلبية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة سياسيا واقتصاديا، وكذلك المطلوب من المعارضة أن تكون بناءة وأن تكون مسؤولة في أسلوبها المعارضة، يعني لنتبنى لنتفادى النقاشات الشعبوية ونتفادى يعني هذوك الريفاليتي العقيمة، يعني النقاشات العقيمة، لأنه ما ينتظره المجتمع وما تنتظره الأمة من البرلمان كبرلمان ومن الحكومة كحكومة هو يعني تحسين في الأداء من أجل فعالية أكثر ومن أجل نجاح أكثر. وهنا أنا أراهن على شيء اسمه يعني سلوك سياسي وثقافة سياسية راقية، وهذه من مسؤولية الأغلبية والمعارضة لأن نؤسس لثقافة سياسية جديدة. أين يتحمل المسؤول السياسي مهما كان مستواه ومهما كانت انتماؤه يعني مسؤوليته كاملة أمام الشعب؟ ثم أنا أوافق زميلي أنه انخراط الأمة وانخراط المجتمع في أي يعني برنامج سياسي ضروري من أجل تحقيق الإقلاع والنهضة، وهذا يعني مسؤولية الجميع أغلبية ومعارضة. ثم مرة أخرى مهما كان الأداء فالأداء نسبي، ويجب أن نعمل أكثر من أجل أن نقدم إضافة أكثر إلى الأمة وإلى البلد وإلى البناء الوطني بشكل عام. نعم، الرسالة وصلت. إذن الحصيلة هي حصيلة نسبية كما تفضل يعني السيد عبد القادر حدوش. طبعا نظام الدورة في قادم يعني الأيام في 2 سبتمبر إن شاء الله ستكون نظام الدورة الواحدة حسب مخرجات التعديل الدستوري الجديد. أنتم كمعارضة ونواب تمثل المعارضة داخل قبة زيغود يوسف، كيف تقيمون هذه الدورة التي مدتها 10 أشهر؟ وكذلك من ناحية أخرى من ناحية السياسية هناك تقليص لتدخلات أو الأوامر الرئاسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يعني كان في السابق 3 أشهر الآن أصبحت 2 شهر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني الانتقال من نظام الدورتين إلى نظام الدورة الواحدة فعلا هو من الناحية النظرية يعطي البرلمان دورا تشريعيا أكبر ورقابيا أكبر على المؤسسة الحكومية، يعطي استمرار لعمل البرلمان طوال السنة ومراقبة لصيقة بالعمل الحكومي من الناحية النظرية، وكذلك يقلص من تدخل رئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر، ذلك أن الدورة مفتوحة طيلة 10 أشهر وربما لها الحق في أن تتمدد لأيام معدودة كما نص على ذلك الدستور. أنا أعود لأقول أنه المهمة الأساسية ليس هذه الإجراءات التقنية، وإنما هو التوافق السياسي التشريع لصالح المصلحة الجزائرية في المستقبل، خاصة ونحن مقبلون على تعقيدات اقتصادية من خلال الأزمة المالية التي تعانيها الجزائر. فقانون المالية لسنة 2017 لابد أن يوفر الغطاء السياسي والإجماع الوطني حتى نمكن المواطن من أنه يعني ينخرط في هذه المشاركة وأن يتحمل جزء من عبء هذه الأزمة الاقتصادية، وهو قابل لها ليس مكرها عليها من خلال إجراءات كثيرة يمكن أن نناقشها فيما بعد، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الضريبية أو تعلق الأمر كذلك بالإجراءات الاجتماعية التي كذلك من الضروري أن نراجعها مراجعة عميقة حتى توجه هذه المساعدات الاجتماعية في المستقبل لصالح الفئات الهشة والضعيفة فعلا، وألا نجعلها ريعا موزعا هكذا لجميع الأفراد. هذا يتطلب منا جميعا النقاش وأن نستمع لبعضنا البعض داخل هذه القبة، خاصة أنه تعتبر هي الدورة الأخيرة للبرلمان الذي سيأتي في المستقبل، ونتطلع كذلك إلى ما تبقى من قوانين عظمية خاصة ما تعلق بقانون الأحزاب السياسية، وهو قانون مهم ومهم جدا، أن نجد عليه قاعدة سياسية وتوافقا سياسيا يمكن الجزائريين في المستقبل في بناء حياة سياسية نظيفة، حياة سياسية تمكن الجزائر من منافسة أو من إيجاد مكانها في حوض البحر الأبيض المتوسط إن شاء الله.
إذن حياة سياسية جديدة في دورة بنظام الدورة الواحدة في سنة 2017 وتبتدئ من 2 سبتمبر طبعا ومدتها 10 أشهر. أنتم نواب الأغلبية القوة السياسية الأولى في البلاد الأفلان. طبعا الدستور الجديد كرس بما يصطلح عليه سياسيا تكريس حق المعارضة في النشاط البرلماني وكذلك النشاط السياسي في الحياة السياسية وبين مكون الطبقة السياسية. ما هو تعليقكم على نظام الدورة الواحدة وهل فعلا الدستور الجديد كرس هذه يعني كرس هذه الديمقراطية وهذه الحياة السياسية في الساحة الوطنية؟ هو نظام الدورة الواحدة قد يعطي أكثر تجانس وأكثر توافق بين العمل النيابي التشريعي والعمل الحكومي وهذا أمر طبيعي، قد نختلف وقد نتفق. أنا أعتقد أنه من ناحية نظرية فلسفة الدستور الجديد هي فلسفة يعني قد يختلف البعض، لكن ومن حق المعارضة أن تعارض، لكن كفلسفة نظرية هي كافية، فلسفة حديثة من أجل نظام ديمقراطي تعددي يعني يسمح للأغلبية أن تمارس يعني برنامجها وسياستها، ويعطي المعارضة يكرس المعارضة الحق في ممارسة معارضتها، يعني هذا من ناحية دستورية. الآن الذي يعطي معنى يعني في الميدان وفي الواقع وفي الممارسة هو الأساليب السياسية، هو الممارسة السياسية، هو الطبقة السياسية بجميع مركباتها، هي التي تعطي المشهد السياسي معنى، وهي من تعطي ديناميكية وتعطي أداء وتعطي معنى للحياة السياسية. فالرجل السياسي بخطابه وبثقافته وبسلوكه وبالأفكار التي يطرحها يوميا سواء من خلال البرلمان أو من خلال الفضاءات الإعلامية التي المتاحة للسياسيين مهما اختلفت ألوانهم ومشاربهم الفكرية، هو من يعطي معنى ومن يعطي ديناميكية التي يراهن عليها المجتمع، وهذا هو المطلوب. إذا أردنا فنحن يجب أن نسعى من أجل بناء مشهد سياسي راشد، يعني كلاس بوليتيك ماتور، لتعبر بصدق وتعبر بالوعي وبذكاء عن مدى تطلع المجتمع ومدى تطلع الأمة إلى التقدم وإلى النهضة وإلى البناء وإلى التشييد، لأنه لا يمكن لأي رئيس مهما كانت عبقريته ومهما كان اجتهاده ومهما كان ذكاؤه ومساره أن يبني البلد وحده. فنحن بحاجة إلى أن تنخرط الأمة وبحاجة إلى أحزاب سياسية قوية مهما كان يعني لونها السياسي، هي أن تراهن دائما على العنصر البشري وعلى تكوينه من أجل يعني التفاعل السريع والحركي مع متطلبات المجتمع ومع يعني مطالبهم ومع طوقهم وكذلك يعني أمنياتهم وأحلامهم في البناء. وحان الوقت أن نجتهد وأن نعمل معا في اتفاق المصلحة العامة. والسبيلي من المعارضة قال يتكلم عن الوفاق الوطني، يجب أن يكون وفاق وطني ويجب أن تكون جبهة داخلية موحدة سياسيا وجبهة اجتماعية متماسكة قوية حتى نستطيع أن نواجه كل التحديات التي تأتينا من الخارج إقليميا قاريا ودوليا، ويكون بإمكاننا أن نكون دولة تصنع التحديات لتبعث بها نحو الخارج حتى نبقى دائما بل نكون أقوى من أي وقت مضى طرفا في بناء الـ 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 القرار الجيوسياسي الإقليمي والدولي. أعتقد أن للجزائر دور أساسي تلعبه في القارة الإفريقية وفي الإطار أو الفضاء المغاربي وكذلك العربي والإسلامي. على أكثر من صعيد أمني وسياسي واقتصادي، ولن يتأتى هذا إلا بانخراط طبقة سياسية مسؤولة راشدة سياسيا تعمل من أجل تأسيس حكامة راشدة وتعمل من أجل رفع يعني مستوى أدائها السياسي حتى تعطي المثال لفضل الإكزامبلاريتي دونك في الأخلاق. شكرا. نعم شكرا عبد القادر الحدوش، الرسالة قد وصلت. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي أول قناة إخبارية بالجزائر، نحن في قلب الحدث، سننقلكم أول بأول وكذلك كواليس ماذا يحدث داخل قبة زيغود. يوسف، إذن بين ترحيب الموالاة حول الحصيلة بين ترحيب الأغلبية حول الحصيلة البرلمانية لآخر دورة ربيعية وكذلك وتحفظ المعارضة حول هذه الحصيلة، ننتظر دخول الوزير الأول عبد الملك سلال إلى قاعة الجلسات
ويفتتحها طبعا السيد العربي ولد خليفة الرجل الثالث في الدولة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، مراسيم اختتام آخر دورة ربيعية لسنة 2016. وسنوفيكم بالجديد في وسويكم بالجديد طبعا ما يدور داخل قاعة قبة زيغود يوسف في مواعيدنا الإخبارية القادمة.